ايوه يا عليا، بس دي قضيه فساد كبيره. لو حضرتك وافقت عليها هننفرد بنشرها. طب ومين اطرافها؟ الوزير سعيد سليمان ورجل الاعمال منيب راشد منيب. بتقولي ايه؟ رجل الاعمال منيب راشد منيب؟ مش ده يبقى والدي؟ عليا هتكشف ابوكي وتفضحي قدام الراي العام. عمري ما حسيت ان ابويا غير وانا بشوف اسمه على بطاقتي، مش طالعه له في اي حاجه، لا شكل ولا طباع، عكس اختي اللي طالعه له في حاجات كتير قوي. للدرجه دي يا عليا؟ سابنا واحنا صغيرين وراح اتجوز على منى واحده غنيه عشان خاطر الفلوس. الرابط الوحيد اللي كان بيننا وبينه الفلوس، عمره ما حسسني. وطبعا جات لك الفرصه عشان تردي له كل اللي فات. لا الموضوع مش انتقام، على عيني اللي انا بعمله معاه، بس لا تربيتي ولا اخلاقي تسمح لي ان انا اشوف فساد واسكت عليه، حتى لو اللي عمل الفساد ده ابويا. بس يا عاليه دي قضيه لو صحت اتهاماتك فيها ابوكي هيتسجن. عارفه وخايفه قوي من اليوم ده، بس لو سكت ودريت عليه هسقط قدام نفسي، وانا الموت عندي اهون ان انا اعيش وانا مش محترمه نفسي. ايوه بس انت يا بنتي كده هتخسري ابوكي. هو اللي قرر يخسر، مش من النهارده، من زمان. وانا مش مستعده اخون شرف مهنتي عشان خاطر اي حد. انا مش عارف اقول لك ايه. تقولش حاجه، قول ان حضرتك موافق على النشر. موافق طبعا، دي قضيه هتقلب الدنيا وهتحقق توزيع كبير للجريده. دي صوره من العقد اللي تم التوقيع بينه وبين الوزير، واللي الوزارة رست فيه المناقصة على ابويا بعد ما ابن الوزير دخل بحصة قيمتها 5 مليون جنيه. ولاد الحرامية. طيب عموما سيبي لي العقد ده. عليا أنا عايز حاجة منك. اتفضل. في زميل جديد هنا معانا في الجريدة مقطوع من شجرة، اسمه طاهر عبد الظاهر. عارفة يا فندم، ده زميلي في الكلية وشاعر موهوب قوي. معلوماتنا بتقول إن أمن الدولة قبضوا عليه في ظروف غامضة. عايزينك تحققي في الموضوع وتعرفي لنا ايه الاسباب.